السلام عليكم المشاهدين ديالي، تبارك الله عليكم، تحيه لكم، تحيه لخوتي المغاربه اينما كنتم داخل الوطن خارج الوطن، وخوتي الجزائر كذلك دائما اللي ما كنساوهمش شيء داخل الوطن خارج الوطن، ولكل الشعوب العربيه. يا اخوكم الطيب كيتوجد في عين السيخ ان شاء الله. جيت اليوم باش نصوب هذا السرجم هذا، تحيه لاختي خيره من هنا حتى لبلجيكا، تحيه ليها بزاف، هي مولاة هذا العمل اللي عطاتني باش نصوب السرجم ونحرش له حتى البلافون ديالو ان شاء الله عز وجل. المهم دابا اليوم جينا بعدا حيت الامام قال لي مسكين راني في الظلام وديما عندي الضوء شاعل وما عندي لا هواء لا والو. قال لي الله يرحم والديك، شوف لي اللي صوبها لنا، وعلي اختي خيره الحمد لله الله يخلف عليها وكثر عليها الخير ان شاء الله، ويجعل الله يفاجئ عليها جميع الهموم ديالها ان شاء الله. واليوم راني ان شاء الله بديت كنريب، وعيطت غير السي ايوب هو اللي راه معايا كيصورني مسكين، جزاه الله الخير. تبارك الله عليكم المشاهدين اوفياء ديالنا، كنشكركم بزاف على المتابعه والمشاهده ديالكم. اي الله يجعلك عملك لله ودي السي طيب، الله يجعل عملك لله وكاع اللي كيدير العمل، العمل لله سبحانه وتعالى في هذا المسجد هذه ولا في اي حاجه، عمل الله سبحانه وتعالى. ثم خوتي الاعزاز الطيب دابا راه مسكين خدام تاهي، الله يثبت لك العمل اخويا الطيب للجميع يا رب العالمين. قاعد اللي كيدير شي عمل خيري الله يثبت له العمل، ان الله عز وجل يثبتنا. لا اله هذا ما كان هذا بدون الصومعه ولا رياء، يكون غير خير ان شاء الله. ولكن حنا غير كنبغيو نبينوا للمشاهد ديالنا شي كاع بنادم اللي كيجي نديروا بلاك. لا هذا ما كان هذا، ولكن الانسان كيبغي يوصل، كيبغي يوصل الناس اللي معاهم جميع هذا ما كان كنشاركوا معاهم باش نوريو حتى الانسان اللي ادات الامانه ديالها كاين تحققها الحمد لله. وضروري لو كان ما كانش التصوير عاوتاني ما يوصلش هذا العمل هذا كاع، ما يصلحش هذا، واش فهمتي ولا؟ اللهم لك الحمد. وراني غير بحدي غير جاب السي ايوب بعدا. مرحبا حتى انا لقيتيني مشكل اخويا مقارنه مشكل انا وياك به. الله يرحم الوالدين، تو راه خدام مسكين سلام. وان شاء الله يا ربي من غير هذا راه مازال كاين واحد السرجمات هذو ديال الحشاك ديال ديال الطوالي. انتما كتشوفوا دابا انا فتحت السرجم الحمد لله، انتما كتشوفوا دابا خصنا غير نحرشوا ان شاء الله. ان شاء الله يا السيما راني جبتها راه فين هي، جبت للوالده الباده وجيت راني متقلة الباده فوق الموتور وكلشي وفيها الخير. ايوا المهم عندي ما نقول لكم جينا معذبين بالموتور، نتمنى الله عز وجل يقبل منا ان شاء الله، وهذا هو الفيديو ديالنا ان شاء الله. نتمنوا دعواتكم معنا ومع الجميع امين، مع مولي الخير ومع اللي كل اللي كيساهم ولو بكلمه طيبه. نتمنوا هذا العمل حتى السي ايوب مسكين راه يعطينا الله يسلمك من عنده. مرحبا بالصحة والراحة اخويا الطيب، هذا ما كان هذا يسخر له في الدرية ديالو ان شاء الله. الله يسهل عليك الله يرحم الوالدين والجميع، الله يسرك اخويا الطيب. نتمنى هذا العمل يكون مقبول لكل شيء، الله يرحم لك الوالدين. وشكرا لكم وبقاو معايا ان شاء الله الى حتى في الفيديو ديالنا ان شاء الله يا ربي. خوت دابا والله الا راني بوحدي تا كنصور، انتم كتشوفوهم تقوب السرجم، انا فراني كنعجن عجنت العجينة ديالي باش نحرشها. خرجت هاد السيمات فرقعت لنا كاع، ضاعت لي والله الا تقبت لي فوق الموتور، جيت نهزها طرطقت كاع. ايوا نتما هنا سكر ايوا عيط لي جيت فطر، وهنا فطرت عند الوالده لتحت. ايوا خصنا ناديو، ما خصناش نخسروا الخاطر، نمشيو عندهم نفطروا ان شاء الله ونجيو ان شاء الله. كما كتشوفوا راه السي حميد عاوتاني خويا كيصورني، راه مع السي ايوب هنا. ايوا راني غير بحالتي صراحه، راه ما نقول لكم شي هاد النهار. اشنا جبتي سي طيب؟ حنا الطريج من الفقيه كت... مزيان والله الا مزيان بالله مسكين مزيان، وحنا نوجدوه باش عاد نجيب له الشباك ديالو ان شاء الله. المهم نفينيوه نوجدوه ثم الله تيسير. ايوا هذا ما كنت الله طلب الله عز وجل يقبل منا هذا الشيء. هي الله يجعل سيدي ربي، هذا ما طلع في شهرو، هذا الشيء راه فلوسو كاينه ولكن كنبقي مسافر. دابا حنا جينا ما لقيناش حتى الفقير، حنا ريبنا ما كاين لا فقير والو. لا ما لقيتو عليكم شي مسكين عند ولادو. ايوا اجر لله كلشي لله الحبيب، يا رب يا رب من الله عز وجل كلشي عند الله سبحانه وتعالى، كلشي كيتفادى. يبقى معنا خوتنا ان شاء الله، نوريكم ان شاء الله مريقل داكشي ان شاء الله يا ربي. يلا خليكم اخويا طيب ان شاء الله. بلازما ان شاء الله يا ربي يجيب الله اللي غيجيو كثر البلازما ان شاء الله. صوب الله عز وجل شي تليليجه بعدا ماشي البلازما، الثلاجه عاد تبعها البلازما. ربي يسهل يا رب. حاولي نسقط هي الثلاجه احسن هي
هذا باش الصهدره خصك تليلي جا كيما هكا. والله سالي صوبنا عندي. امين يا رب يا رب. انتما كتشوف انا دابا ريقلت الجنباشات كلشي انتما كتشوف. قولوا عمكم الطيب واش كيعرف شي صغب هادشي ولا والو؟ ايوا السي حميد يعطي الراي ديالو توا. لا لا هادشي غزال. ها؟ هادشي واعر هادشي كاع. انتما كلشي. الله يلازم بالله. في متر وخمسة على متر. متر ديال العلو على متر وخمسة ديال العرض. انتما كتشوفوا شوفوا المحل راه تيتكرفصنا الداخل. هذا مازال ان شاء الله خصو شي تجيرة وشي تصبيغة. ويصوب الله عز وجل انت. هز حوايج وكاع. نلقيها مسكين خرج كاع. اه رحل. ما عندنا من دابا دابا ان شاء الله يشطب هادشي كامل ما يشطب ما تبقى حتى حاجة. نشطب دابا ان شاء الله نريقل هادشي. ايوا انتما كتشوفوا حنا. جيت في الصباح بكري والله إلا نط بكري الصباح قلت هاد النهار نمشي نصوب هادشي. حيت صاجم عندي كلشي محطوطين مصوبين. خصني غير نجي نركبهم ونفقيه باش نريقل له الصريجم قال لي خصني الضو شي شوية الله يعطيك السلامة من الماء. عندي الهواء ضعيفة ما كنتش. الهواء تخو مزيانة دابا. نطلب ربي تعالى يثبت العمل يا ربي الجميع لينا اختي خيرا ان شاء الله يجعلها ان شاء الله الصحيفه ديالها ولكل المشاهدين ديالنا ان شاء الله أمين. بالخير والبركه وكل من عطى واتقى وصدق بالحسنى نتمنى من الله عز وجل يكون ان شاء الله الخير عليه من كل باب ان شاء الله ونتمنى هذا العمل يتقبل لنا وليكم ولجميع المسلمين ان شاء الله يا رب ودعواتكم معنا وبقوا معنا اخوتنا ان شاء الله. اش ناسي طيب ساليتي مازال؟ انا طيب الفينيسيو ها؟ انا فينيش انت كتشوف مزيان كان كان فين ان شاء الله حسن سالي ان شاء الله يا الله يزيني يا الله هذاك الحسن الله يا بك ربي عاونت هنا بعد التسويق تسويق عندنا شويه لا ماشي مشكل العبيض النار ماشي شغال ما شفتوش راه الشغال هو اللي راه شادي دير قول ما نمشي نقضي كل واحد يقضي حاجه ايوا اللي خديك واحد شي حاجه المهم اللي كان في الشرطه لا الله يعطيك الصحة سي طيب. دابا باقي كنعرف هادشي. ايوا وعيلي تمشي. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجب المشاهدين ديالنا. هادشي اللي كاين. يدعوا معنا ويدعوا مع اختنا خيرة ويدعوا مع الجميع. يدعوا مع كل المسلمين ان شاء الله بالخير ان شاء الله. والمهم حنا ان شاء الله بقوا معايا ان شاء الله تنفيني ان شاء الله. وغنوريكم اخر المستجدات ديالنا ان شاء الله يا رب انتم والله تيسير شكرا لكم الحباب ديالنا يلا اخوتي تبارك الله عليكم يا فين راك سي طيب فين وصلت؟ ايوا انت كتشوف ها؟ فينيسيو صافي؟ سيرجي ولا واعر دابا خير الامام يدعي دابا شي دعوه صافي الله يلا سيرجي ولا واعر بالله اه فقيه مزيان دير مع الصحة مزيان اه دعي مع المشاهدين دعي معاهم بعدا دعي معاهم وعطلوا دعي مع الاخت خيرة ودعي مع المشاهدين كاملين امين خير امين يكون منها خيرا امين كتصلح المسجد يا ربي امين نفسيا ومعنويا الله يفرحها امين الله يعطيها العز الله يعطيها القبول الله تعالى في كتابه العزيز انما الاعمال بالنيات امين انتم النيه والسبب على مولانا الكريم يا ربي سي حامد وسي عزيز وسي سي طيب شوف لك الله يفرحك الله يزين الصنعه طيب طيب كان الله يطيب الاخلاق ديالك مع الله الله يطيب الاخلاق ديالك في جنه النعيم في جنه الفردوس في جنه الطوبه الله يجعل هذه الوقفه ديال ذهب بيت الله وهذه الشمس تكون لك حجابا مستورا من النار يا رب الله يفرحك ويفرح وليداتك امين الله يعطيك شيء نتمنى عند الله يا رب الله يجعل ضوء امين ضوء هذا الجامع
الله يضوي على التركه ديالك جميعا بفضل الله وفضل المشاهدين كلهم. الله يخلف عليهم خليفه الخير. امين. الله يعطيكم التمنى وعند الله. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ بما نوى. الله تعالى في كتاب العزيز كل نفس ذائقه الموت. هذا هو العمل الدائم. هذه هي الصدقه الجاريه. الله يعطيكم التمنى وعند الله. هذه نور الحياه ديالك. السي حامد واقف معنا حتى هو ويعاوننا. الله يرحم الوالدين ويرحم ويعاونك. امين. اللهم تعالى ربي يغلب اللي يغلب زمان عليك. امين يا ربي يا رب الجميع يا رب. الله يهديك في سيره حسنه. يا رب الله يخليك. الله يجازيك بخير. هذا هو اللي بغينا. بغينا الدعوه الخير لنا ولجميع المسلمين يا رب. يكون غير خير. يا رب يا رب. الله تعالى في كتابه يوم ينظر ما قدمت يده. الله يجازيك بخير. هذا بيت الله كي بيته وقابلته الله يقابلك يقابلك عند خروج الروح. يا رب. عند خروج الروح لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا رب. سمع واحد ان شاء الله واحد البليز معنايا. التلفزيون. التلفزيون غير صغيور غير صغيور. كتقنط تقول كنقنط خصني واحد الكليجه. حنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نطلب الله نطلب ربي الناس. نطلب ربي نطلب ربي نطلب ربي الله عز وجل. المشاهدين ما كيسمعوا. انتم الساده. والله شوف الله الذي هو يرزق. نعم انتم الساده. ولكن حنا سبب ان الله عز وجل يكون الخير ان شاء الله. الله تعالى تبارك وتعالى انما الاعمال بالنيات ما يكون غير الخير ان شاء الله. امين امين. المسلمين كانوا واحد ردمة كانوا في شك كان في واحد الحالة ما كاينش كان مظلوم هنا يا دابا ولا في واحد الحالة راه يرتاح على هذا انا غنهدى باش نشطب داك الشيء دابا غنهدى حيدوه هابر يصل بلاصة ما فينا كان يجي الصيف داك شهر 7 وشهر 8 كنكلح واحد التليجانة لا ما استطاع لا ما استطاع حنا ما كنت ما كنجبدوش نتمنى الله عز وجل نتمنى ربي الخير ربي ياكل الخير هذا ان شاء الله الله يجازيكم بخير امين يا الله يرحم الوالدين امين انتم الحباب الفيديو ديالنا هو هذا نتمنى يكون في نفس ان شاء الله كلشي سالي نتمنى يكون الدعوه ديالكم معنا كما دعمكم الاستاذ دعوا معنا حتى نتوما بالخير ان شاء الله والخوت ديالنا كاملين المشاهدين ديالنا كل من قدم كلمه طيبه من كل من قدم صدقه لله عز وجل نتمنى الله عز وجل تكون في صحيفته ان شاء الله ويثبت الله بها الاعمال ويرفع الله بها الموازين ويشفيها ربي من كل الامراض ويستر ربي من كل عيوب ان شاء الله يا رب امين نتمنى الخير لنا ولكم ولجميع المسلمين ابقوا معايا حتى نشوف الوالده ان شاء الله وحتى نشوفها ان شاء الله يلاه شفتها ولكن ما صورتش وصلت واحد البيديات وصلتنا المهم داك الشيء اللي يرضى الله عز وجل ونتمنى نشوفها ان شاء الله ودابا راني هبطت للدار كما كتشوفوا هذه هنايا والوالده مسكينه هي قاعده هاهي فين قاعده المهم المهم تحيه لك السلام عليكم اوليدي عسي كي دايرين لاباس عليكم كنتمناكم على خير وبخير ان شاء الله كي دايرين نتوما كي دايرين وليداتكم كي دايرين معاهم العمل كي دايرين مع صحيحتكم الله يعاونكم على وليداتكم امين ويرزقكم الصحيحة ودابا نتوما كتشوفوا السي الطيب عاود جا مسكين يتفكرني الله يتفكر ربي ويرزق امين امين امي انت على وليداته والله يجيب له شي زيق حتى هو يا رب يا رب تبارك الله عليكم وعاونوا وليداتي الله يعاونكم ويرزقكم الصحيحة امين امي انت دايما عاونوهم عاونوهم الحباب خليكم لينا ما طولناش المهم ما كدعي معكم جميعا كيجي مسكين كيجي تفكرني انا عاد دابا ما بقيت قد شي نمشي بجي تيحافظوني يا المهم انت هي راس مالي جاتي اجي شوفوني وصافي الله ضروري المهم كان انا عاد جيت غاول البارح تير ماشي تاب الله يبارك وليدي راه الدار دار الله يكبر بك انا المهم الله يحفظك امي انت شوف ما بغيت شي اجي دار كنتبردوا مرة داخل مرة برا مرة داخل هاكا كتخرج تركب الضليله الوالدة كتخرج برا شوية ونولي نجي نقرب عيات ميتي مسكينة في الركابي ديالها ايوا انتما كتشوف الصحة راني كنقطعوا عليها يحل الله هذه الشويجة اللي ما بغيتهاش تقطع ياك الوالدة ايوا انا رغبتهم قلت لهم خليوها ليا عجبت فيها هكا خضرا قدام هاد الكوزينة ودابا كبرت مزيان وتنشرت ولي قدام اه عمي طيب زوينة زوينة كوزينة اه زوينة انت زوينة اجي اعطي المشاهدين تحية قول لهم باي باي للمشاهدين ايوا زيدي لهنا هضري مع المشاهدين دعوا لي مع ملاك يشافيها لي ربي من دوك العوينات يخلي لك الرزاق الحبيبه ربي يشافيك الله يشافيك دوك العوينه حبيبه طهوره ان شاء الله طهوره ان شاء الله ايوا خليناكم على خير وهذا هو التالي الفيديو ديالنا ان شاء الله صمت عند امي ما شتار انت غديت والحمد لله بارك الله فيكم شكرا